قبل ما تمشي للجانب الآخر، يعني هو ذكر إنه في جسم هو مسؤول من تنمية الطاقة الشمسية. يعيش بأمن واستقرار. رسالة لوزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني، إنه تسمع أصوات الشباب كل الوزارات لتنفيذ المشاريع على أرض الواقع، ما تكون فقط حبيسة الأدراج اللي هلكت من قبل حكم النظام البادي. يعني 3 عقود من الزمن خليه هي كفاية تماما، نبدأ عهد جديد واستشراق جديد بالنسبة لشبابنا. يعني نعم، متواصلين أكيد مع كل مشاهدينا في كل مكان. وفي تجوان الصباحي، قرية النخيلة تضاريس وشواخص التاريخ بنهر النيل، نشاهد. قرية النخيلة، المنطقة التاريخية القديمة التي تبعد بمسافة تقدر بأكثر من 50 كيلومتر شرقي عدبرة بولاية نهر النيل، تحتضنها الضفة الشرقية لنهر العدبروي وسط تضاريس صلدة مليئة بشواخص التاريخ، الأمر الذي جعلها تشكل مزارا تاريخيا للطلاب والباحثين والمهتمين بتاريخ السودان القديم. هنا دارت معركة غير متكافئة الجوانب بين جيوش المهدية تحت إمرة القائد محمود ود أحمد والإنجليزي كيتشنر في العام 1898. في هذه المنطقة التي باتت اليوم تسمى بمقابر الشهداء، استبسل جيش الأنصار وعظام الموتى باقية حتى الآن. تعاقب على حكم المنطقة في التاريخ الحديث العديد من الأشخاص مع التجديد المستمر في أنظمة الحكم. التركيبة السكانية لأهالي المنطقة معظمها من بطون الجعليين بجانب الرباطات والمناصير، فجميعهم تمسكوا بمواقع أجدادهم الذين قدموا نموذجا جيدا من التضحية والكفاح. النشاط الاقتصادي الرئيس بالمنطقة تمثل في الزراعة والرعي، وذلك لطبيعة الأراضي الصخرية بجانب قربها من نهر العدبروي، فبات إنسان النخيلة منتجا لتجاوز الذرة والحبوب النقدية الأخرى بجانب التمور. إنسان النخيلة المتعايش والمتسامح ظل متمسكا بجذوره وبإرثه التاريخي تخليدا لما قدمه الأجداد من تضحيات لأجل السودان.